لكن خلونا دلوقتي نروح لزميلتنا منى الشرقاوي ونعرف منها اخبار الطقس بالتفاصيل. صباح الخير يا منى مره ثانيه. صباح النور يا احمد. النهارده الجو لطيف وفي ارتفاع مستمر في درجات الحراره. انت بتحب الجو ده؟ انا بحب الشتاء بس مش الشتاء قوي يعني. الجو ده اللي احنا فيه ده بالظبط. زمان قاعده جنبي زعلانه مننا، خلي بالك. انا ليه؟ لا انا بحب الشتاء جدا. شتاء؟ طب كويس. لا طيب كلنا هنا ثلاثه شتاء اهو. صباح الخير على كل مشاهدينا من جديد. النهارده في ارتفاع مستمر في درجات الحراره والطقس هيكون معتدل على القاهره الكبرى وجنوب الوجه البحري ومائل للبروده على السواحل الشماليه الشرقيه ووسط سيناء والسواحل الشماليه الغربيه، وهيكون مائل للدفء على شمال الصعيد ودافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون شديد البروده، والنهارده في شبوره مائيه صباحا على الطرق المؤديه من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. هنبتدي بالقاهرة اللي العظمى فيها 20 والصغرى 10، مطروح 18-11، بورسعيد 18-10، الإسماعيلية 19-9، الإسكندرية 18-10، سيوة 19-6، دمياط 18-10، والسويس 20-9. العريش العظمى 18 والصغرى 9، طابة 21-14، الغردقة 22-14، بني سويف 21-7، كاترين العظمى فيها 19 والصغرى 2، شرم الشيخ العظمى فيها 23 والصغرى 14، الفيوم 21-6، المنيا 21-7. لو بصينا على أسيوط هنلاقي فيها العظمى 21 والصغرى 7، قنا 23-9، أسوان 25-10، شلاتين 25-11، سوهاج 22-8، الأقصر 25-9، الوادي الجديد 26-8، وحلايب العظمى فيها 22 والصغرى 11. احنا كده عملنا استعراض مبدئي لدرجات الحرارة، خلينا نرجع تاني لأحمد والجمانة نكمل باقي فقراتنا. شكرا لك يا منى. شكرا.